بداية من دمشق وتحديدا من المعهد العالي للفنون المسرحية الذي يشهد استمرار التظاهرة المسرحية الأكاديمية أول الحكاية 2 التي تقام برعاية وزارة الثقافة. كاميرا الإخبارية تواجدت برفقة زميلتنا سالي شار. خلينا نتابع مشاهد من العروض يلي قدمت بالأمس. المعهد العالي للفنون المسرحية عبر كل السنوات التي مضت وافترقت يعني كان يرفض الحياة الثقافية بمواهب حقيقة كانت يعني مع مرور السنين تزداد عطاء من خلال التجربة والتراكم من حيث الخبرات. عرض اليوم يعني كما شاهدنا جميعا كان توليفة درامية موسيقية بصرية حول يعني مجمل ما يتعرض له الطالب خلال سنوات الدراسة، تمارين الليونة، تمارين الإلقاء، الصوت وكل ما يصاحب هذا حقيقة، ومن خلال مجموعة من المواضيع التي تتحدث عن حياتنا المعاصرة. انطلاق الموسم الأكاديمي للمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي السنة هي أول حكاية 2، لأنه السنة الماضية كان في أول حكاية 1. السنة أول حكاية في أمل، عشان هيك كان عنوان أول حكاية، وهذا بخلينا نقول إنه مجمل الفعاليات اللي راح نشوفها خلال 5 أيام اللي هي نتاج عمل طلاب المعهد العالي بأقسامه الخمسة مع أساتذتهم مع ورشات عمل خلال فترة الصيف، بتقول إنه في أمل. الشباب السوري بحب يقدم حاله بشكل يشعر بما يدور حوله، يتبنى قضاياه وهمومه، وبنفس الوقت يقدم نفسه من خلال طلبة المعهد إنه الحياة تستحق أن نبذل الجهد، أن نقدم الإبداع والفن ليكون جزء من همومنا وحياتنا، ولنخلق فسحة من الأمل تجعل الحياة جميلة تستحق أن تعاش. على فكرة هذا ما بيطلعوا معك على الطيارة. بلا ما يطلعوا بطيروا، يعني إذا ما طلعوا بالطيارة بطيروا، إذا طيروا بالطيارة بيكون عصفور طار بالطيارة، لا حجر رح طير. شو رأيك أنت طلع هذا تجيب عصفور معك على المطار، فيك تعمل بدك يا تغني لي، وإذا ما غنالك أنت بتغني لي هذا يعني. احنا حاولنا نوصل رسالة صغيرة من اللي عم ندرسه هون. كل شيء شفتوه اليوم هو بالسنين الأربعة هي فحوصات نحن قدمناها، بس حتى بالفحوصات اللي عم ندرس الأشياء اللي عم ندرسها هون بالمعهد عم تكون لها علاقة بالشيء اللي عم يصير برا. فأخذنا تمارين من كل شيء وجمعناه بحكاية واحدة اللي هي أول حكاية اللي شفتيها اليوم. احنا موجودين مثل مبارح كمان نزلت قذيفة ونحن عم نشتغل، فنحن موجودين، وهذا الشغل نحن يعني حضرناه بوقت قصير. من أعطاك هذا اللغز؟ من سماك؟ من أعلاك فوق جراحنا ليراك؟ فانهض مثل عنقاء الرماد من الدمار.